استاذ عادل بحديثك عن الوالد، شلون كنت تتعامل مع والد اقطاعي متسلط قوي عصبي يعني هو محافظ ايضا؟ طبعا انت تخيل يعني انه شلون اقدر هيك طفل ممكن ان يتماشى مع هيك والد. كنت طبعا مضطر لانه هذا الجبروت اللي موجود عنده كإقطاعي ومتسلط ومحافظ، طبعا مضطر أنا كطفل بالرغم أنه راضي أو ما راضي في داخلي، لكن مضطر في البدايات أن أتساير مع الموقف، إلى أن طبعا حثت بالأخير أحداث كثيرة طلعت من هذا الخط، يعني جبرتني أطلع من هذا الخط. من هاي الأحداث طبعا هو يعني حب الموسيقى اللي صار عندي نشأ عندي منذ الطفولة، اللي أنا هم ما أعرف شنو أسبابه وليش، قلت لك يعني في عائلة محافظة وهذه ولا واحد من العائلة نهائيا على الأقل في ذاك الوقت يعني كان عنده هيك اهتمام. أو يعني أنت كنت تحب الموسيقى وهذا الاهتمام نشأ بعائلة محافظة، شلون كنت تسمع الموسيقى بوسط راديو العائلة؟ راديو، كان عندنا راديو بالبيت. نعم، رغم أنه يعني أغلب ما يسمع يعني الوالد موجود ما نسمع موسيقى، بس من يكون هو خارج البيت وهذه أكيد نسمع بعض الأغاني أو شيء من القبيل. جراموفون كان عندنا، يعني تعرفين عائلة شوية مترهاية زين. مجلات كان الوالد يسافر، يعني كثير سفرات بالسنة مرتين أو ثلاثة يسافر للخارج، وكان مقرب يعني لندن وبيروت وكذا، يجيب مجلات بها صور مغنين صور حفلات وكذا، فهذه يمكن هي كانت نوع من الوسائل اللي خلتني أتعلق أكثر، بس هو حس الموسيقى كان موجود في داخلي قبل هذا كله. طيب بفترة الإعدادية قبل أن نروح لفترة الجامعة كنت مواظب على دوامك بانتزامك بدوام الإعدادية؟ لا يعني الحقيقة لأنه ما حبيت المدرسة، ما حبيت أكمل المدرسة لأنه كان هاجسي هو في الموسيقى. يعني ما كنت طالب ملتزم؟ لا لا، طالب ملتزم كإنسان ملتزم، يعني ملتزم بدوامك؟ لا ما التزمت بالدوام لأنه ما حبيت، يعني مو رغبتي. يعني ماكو واحد يريد شيء بالضبط، يريد شيء وما صار فيكره كل بقية الأشياء. عدت سنوات بالإعدادية؟ سنة واحدة، احنا كان عندنا نظام الإعادة، درس واحد كان درس اللغة الإنجليزية. ها لا، بالخامس بالخامس عدد سنة رسوب، عدد سنة انفصلت، مو رسوب، فصل غيابات. إذا ما كنت طالب ملتزم؟ لا جيت بالخامس ما مو برغبتي، جيت للدراسة أكمل ثانوية مو برغبتي، الصف رابع العفو مو برغبتي، فما قدرت يعني أنسجم ويا الدراسة. كل تفكيري كان في محل الفنون الجميل، فشلة من الأصدقاء وهذه دلناهم درب القهاوي والفر بشارع. يعني هذه الغيابات وبعدها انفصلت بالخامس الإعدادي، كان الوالد إلى علم بهذه؟ هو والد قاسي، شلون قدرت ما تداوم بهذه الأيام؟ هو ما يدري إلى أن وصل إشعار. شنو كان القصاص؟ القصاص نفي إلى القرية. نفي ما يبقى بعدات، نفي وحدك إلى القرية.